السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة الثقافية، مرحبا بكم جميعا. اليوم سوف نقدم لكم سؤال في العواصم: ما هي عاصمة السعودية؟ لديكم 10 ثواني لتجيبوا على السؤال. الجواب هو الرياض. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو جديد مع عاصمة جديدة. مع السلامة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.